بالرباط نظمت اليوم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتعاون ودعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لضحايا الإرهاب ومؤسسة فريدريك أيفرت الألمانية يوما دراسيا حول الجريمة الإرهابية وحقوق الإنسان. ريبورتاج عبد الله التابية والتحرير لسمير البحميدي. كي لا ننسى ضحايا العمليات الإرهابية، تعزيز مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان عناوين بارزة للقاء جمع أطياف حقوقية مختلفة هدفها الرئيسي الوقوف على 10 سنوات من العمل في مكافحة الإرهاب ومناقشة بعض الجوانب المرتبطة بالقانون الإجرائي. مناقشة يعني انخراط بلادنا في مكافحة الإرهاب وفق خطة استراتيجية سواء دوليا أو إقليميا أو وطنيا، قوامها بطبيعة الحال ليس فقط الترسانة القانونية ولكن أيضا العمل على النهوض بأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لقد وجدنا أن الدول الديمقراطية تكون في مرمى العملية الإرهابية والموازاة فهي الأكثر قوة وقدرة على المواجهة. واضح إذن أن اليوم يوم لتقييم 10 سنوات من تطبيق مقتضيات قانونية تصب في هذا السياق، إضافة إلى قانون المسارات الجنائية الذي عرف تعديلات في بعض مواده. تقدم نوعي في العمليات الأمنية من طرف الأجهزة الدولة في أحداث أرغانا، حيث كانت عقلانية وكانت في مستوى عالي من المسؤولية ومن المهنية، فلهذا قانون الإرهاب يجب مراجعته لأنه قانون يخلق فجوات. وبالموازاة تم تنظيم مائدة مستديرة ضمت فعاليات من المجتمع المدني والهدف منها صياغة توصيات سيتم تقديمها للجهات المسؤولة.